بدر والعصايب في محاولة باب يعتقلون المظاهرين الجرحى. بدر والعصايب يعتقلون في المستشفيات. لعلي وزير المستشفى. ممنوع واحد يروح المستشفى. على الطريق انتهى الطريق بعد الله يمكن. ارجع انا ارجع. بدر والعصايب عدنان. الجمعية اللي يقولون الاحزاب ماكو. أهلا بكم في حلقة جديدة من صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. قبل قليل اقتحم متظاهرو محافظة النجف القنصلية الإيرانية في النجف هناك، وعلى إثرها أصيب 50 من المتظاهرين جراء إطلاق القوات الحكومية لقنابل الغاز المسيل للدموع. طبعا واصل المتظاهرون اليوم في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى الإضراب العام والتظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. في العاصمة بغداد سقط مزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين خلال هجوم جديد للقوات الحكومية عليهم قرب جسر الأحرار، وفي محافظة المثنى أصيب العشرات من المتظاهرين في مدينة السماوة من جراء إطلاق القوات الحكومية وميليشياتها الرصاص وقنابل الغاز بكثافة لتفريق التظاهرات قرب مجمع الدوائر الحكومية. ننتقل وإياكم أعزائي المشاهدين ببث مباشر إلى محافظة النجف. هذه الصور كما نشاهدها الآن مباشرة من محافظة النجف، وكما ذكرنا في بداية الحلقة بأن هناك إصابات بين المتظاهرين. مصادر طبية في النجف تحدثت عن إصابة 50 متظاهر من جراء إطلاق القوات الحكومية لقنابل الغاز عليهم قرب القنصلية الإيرانية، كما تمكن المتظاهرون متظاهرو محافظة النجف من اقتحام القنصلية الإيرانية في الكوفة مركز محافظة النجف، تعبيرا عن غضبهم لتدخل التدخل الإيراني في الشأن العراقي والنفوذ الإيراني في العراق، واتهامات واضحة لميليشيات وقوات إيرانية قامت منذ بداية تشرين بقتل وقنص واعتقال وخطف المتظاهرين في بغداد وفي المحافظات الجنوبية. كما نشاهد هذه الصور من أمام القنصلية الإيرانية في محافظة النجف، صور حية ومباشرة. نعم، نستمع إلى هذا المتظاهر يقول: هذه القنصلية الإيرانية بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين. متظاهري محافظة النجف اقتحموا القنصلية الإيرانية وأضرموا النار فيها، كما نشاهد هذه الصور الحية من محافظة النجف. إصابة كما أشرنا في إحصائية أولية لمصادر طبية في محافظة النجف، إصابة 50 متظاهر بين صفوف المتظاهرين بعد إطلاق القوات الحكومية عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. دعونا نستمع لما يقوله المتظاهرون في هذا البث المباشر من محافظة النجف. حبيبي كله من جوا، ما شوف صارت الدنيا ظلمة. مشاركاتكم فدوة روح إضراب. مشاركاتكم أو شباب. إضرام النار في القنصلية الإيرانية في محافظة النجف من قبل المتظاهرين. إصابات بين صفوف المتظاهرين وصلت إلى غاية الآن إلى 50 متظاهر بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الحكومية. هذه الصور مباشرة وحية من محافظة النجف.
كما نشاهد إضرام النار وإحراق القنصلية الإيرانية هناك في النجف. الغضب الشعبي يتزايد بتزايد النفوذ الإيراني في العراق وبتزايد أعداد الشهداء والجرحى بسبب التدخلات الإيرانية على الأرض والتدخلات الإيرانية في التصريحات ولدعمها للحكومة وللميليشيات التي تقوم بقتل وخطف وجرح المتظاهرين السلميين. الغضب العراقي يتزايد. السلطات الحكومية الآن أعلنت فرض حظر التجوال في محافظة النجف بعد حرق المتظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية. هذا الحرق ليس الأول للقنصلية الإيرانية، سبقه قبل أيام حرق متظاهري محافظة كربلاء للقنصلية الإيرانية هناك في محافظة كربلاء في العام الماضي. متظاهرون في العام الماضي قام المتظاهرون في محافظة البصرة بحرق القنصلية الإيرانية في البصرة. نعم، كما شاهدنا هذه الصور الحية والمباشرة من محافظة النجف، قام المتظاهرون بحرق القنصلية الإيرانية في محافظة النجف. الإصابات لغاية الآن كما تشير المصادر الطبية وصلت إلى 50 إصابة بين صفوف المتظاهرين جراء إطلاق القوات الحكومية لقنابل الغاز المسيل عليهم. معنا اتصال أبو الحكم من ألمانيا، تفضل أبو الحكم. أهلا وسهلا بك، تفضل. حياك الله في كل محافظات العراق. أهلا وسهلا بك يا عزيزي. احنا هذه الثورة انتقلت الحمد لله والشكر وحققت الكثير حتى الآن. العملية السياسية حاليا تتراوح بدون أي حلول. الإعلام العربي والمحلي يحاول تسويق مسألة الإصلاحات الشكلية. الأمريكان يعيدون طرح أوجه مستهلكة أجرمت بحق العراقيين منها العبادي، ويحاولون لعب ورقة المرجعية كخط دفاع أخير، والعبادي كواجهة في بغداد بالتعاون مع الأحزاب الكردية في الشمال ليكونوا هم البديل المحبب بالنسبة للأمريكان. بالمقابل الإيرانيين يريدون إبقاء مكاسبهم مثل ما هي حتى يحافظون على قوة نوعا ما في ملف المفاوضات النووية وغيرها من الملفات اللي قاعدين يفاوضون عليها خارج العراق والمنطقة. الأمريكان يريدون يفاوضون كل ملف بحدة، يعني نتفاوض ويا إيران على العراق وحده، نتفاوض ويا إيران على لبنان وحدها، نتفاوض على اليمن وحدها. أما الإيرانيون فيفضلون أن تجمع هذه الملفات حتى يكون ملفهم أقوى بالتفاوض. نعم. خارجيا. يعني أبو الحكم إذا تسمح لي، يعني نعم. إحنا شفنا قبل قليل صور من مدينة النجف لحرق واقتحام المتظاهرين للقنصلية الإيرانية، وكذلك رفعوا العلم العراقي بدلا عن العلم الإيراني، وكما أشرنا قبل أيام اقتحم المتظاهرون في كربلاء للقنصلية الإيرانية وأحرقوها. هذا شي يدلل برأيك؟ يدلل بوضوح أن الشعب العراقي ما يريد أي تواجد إيراني، ما يريد هذا النفوذ، لأنه بكل صراحة يعني إحنا نشوف هسه مجرد ما تحرك الشعب العراقي وقطع النفط وخربط الأمور على وضعية جماعة إيران، انت شفت شلون ايران وضع الخدمي داخل ايران ووضع حزب الله داخل لبنان، تخربط كله. وهذه دلاله واضحه على انه ايران وكل اذرعها في المنطقه وتوسعها هو بالواقع على حساب المنطقه، وده يطلع من جيب المواطن العراقي. نعم. ويعني صلبطه باختصار. واحنا يعني كعراقيين ما نقبل على انه احنا اولا نكون عامل عدم استقرار للمنطقه اولا، خاصة وأن احنا عندنا مشاكل عديدة مع كل دول الجوار ما شاء الله. اثنين، ما يعني احنا هذه نفطنا، هذه ثرواتنا، مو نفط إيران ولا خامنئي ولا أي مرجع من المراجع الإيرانية الباكستانية اللي قاعدة خاتلة بالنجف، ما حد يعرفها لا حد يشوفها، لا طالعة في يوم خطبة جمعة، لا رأيهم رايحين يحجون، لا عمرة لا صهام، كل هذول مجهولين، ناس مجهولين ما نعرف من هذول. احنا كعراقيين ما نعرفهم، وهذه المرجعيات اللي هم خابصين بها وقدسيتها وين كانت لما هذا الدم العراقي قاعد يسيل
احنا 16 سنه ما سمعنا حسهم غير لما قالوا روحوا انتخبوا قائمه 555 اذا تتذكر. وراها لا شفناهم يقولون على الفاسد يسموه بالاسم، لا بس مجرد تصريحات غامضه، لا المجرب لا يجرب، ومن هال يعني الالغاز والطلاسم اللي العراقيين ما يعني ما تفيدهم هاي الحكي. العراقي يريد حكومه حقيقيه، يريد ثرواته بيده، يريد شغل، يريد وظائف، يريد يشعر انه هو حاله حال باقي دول العالم. المراجع الايرانيه الموجوده هي تخدم ايران ما تخدم العراقيين، ومن حقنا كعراقيين نشوف مراجع. اذا نريد يعني نبقي ورقه الدين تلعب بالساحه العراقيه، ممكن احنا عندنا الحمد لله والشكر عربي، احنا القواعد اللغه العربيه احنا حطيناها، التفسير والنحو لها كلها مالتنا، كلهم عراقيين، ما نحتاج ايراني احنا حتى يفسر لنا القران والدين. فخير ان الله عندنا مراجع، لكن تكون مراجع وطنيه، وما كل يوم انشال التليفون على واحد من عندهم من طهران شرف ركب الطياره وراح نزل بطهران او 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 قم او غيره، هاي ما تصرف. احنا نريد ناس وطنيين. نعم. فلهذا اللي بديت كلامي حديثي يعني بديته شنو؟ انه احنا بدينا نوصل عبرنا المرحله الاولى اللي هي توحيد الخطاب الوطني. كل العراقيين بكل اطيافهم يبحثون عن مخرج من هذه الحكومه اللي صار لها 16 سنه الامريكان وضعوها بالتعاون مع الايرانيين حتى تخرب العراق وتقسمه وتاذيه وتدمره اجتماعيا. خلص هاي خلصنا معدها. العراقيين بعد توحدوا وعرفوا مصلحتهم وين. بقى عندنا مرحلتين لازم نعبرها. مرحله القدسيه في المرجعيات، ماكو شيء اسمه مقدس بعد بالعراق غير العراق. الدم العراقي مقدس، العراق نفسه مقدس، ثرواته مقدسه بجيوبنا. ماكو شيء اسمه ايراني مقدس. يعني هاي مساله احنا لازم نتخلص من عندها. نعم. واذا ماكو مرجع، اذا اليوم ماكو مرجع قدها ويطلع يحكي حكي الصح، اذا احنا ما نحتاج مرجع. الله اعطانا عقل، ومثل ما عرفنا مصلحتنا كعراقيين انه احنا نكون بوحدتنا، نعرف مصلحتنا، نفتح القران، نفتح السنه، نفتح الكتب التاريخيه اللي احنا نحتاجها، وانتهى الموضوع. احنا ما محتاجين مراجع. اليوم العالم مفتوح على الانترنت، تريد عندك اي مشكله تقدر تروح على النت تسال اي سؤال تلقى الجواب جاهز. نعم. انا اشكرك ابو الحكم، كان معنا من المانيا. معنا اتصال ابو يوسف من الدنمارك، تفضل ابو يوسف. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك اخ عمر، الرحمه للشهداء. امين يا رب. والشفاء العاجل للجرحى، وان شاء الله الله يحفظ لنا الشباب اللي طالعين هسه على مود يعدلون بوصله البلد. امين. الصراحه هم الشباب طالعين مو بس على مود العراق ولا على مود الاكل والشرب، طالعين على مود يحمون يحمون العراق ويحمون الامه العربيه. لانه ايران هي مشكلتها مو بس بالعراق، ايران مشكلتها بكل دول العربيه. وصراحه يعني انا حبيت يعني اوضح نقطه احنا سمعناها قبل كم يوم، اللي هي انه يطلع لك امير قطر يتصل برئيس وزراء العراق يقول له انت ليش احنا نطلب من الحكام العرب انه ما يتدخلون، ولا اي واحد من عندهم يتدخل، لان هي مشكله العراق استاذ عمر. نعم. فلهذا السبب يعني انا اقول اطلب من الحكام العرب اذا ما تتدخلون ويا الثوره فلا توقفون ويا الحكومه الحراميه، لان انت يا ابو قطر انت مشكله الحصار مالتك كانت السبب ايران. هم الشباب طالعين يريدون يحمون الخليج ويحمون العراق ويحمون الوطن العربي كله، فنرجو من عندهم انه ما يتدخلون بهاي الثوره، وان شاء الله منصورين. شكرا جزيلا. انا اشكرك ابو يوسف من الدنمارك، كان معنا. رساله من ندى من ذيقار تقول: السلام عليكم، تحيه طيبه لقناه الرافدين. السلام عليكم يا وطني، لماذا تخلى عنك الخيرين من الناس والمرجعية؟ لقد فقدنا بها الثقة، وخاصة بعد خطبة الجمعة الأخيرة، لكن عندي أمل كبير بانتصارك على الفاسدين بحول الله وقوته وبعزم الأبطال وعقيدتهم. النصر قادم إن شاء الله. نعم. رسالة تحية طيبة إلى صوت الشعب، ألف شكر لكم من قلبنا مع ثوار العراق، ربي ينصرهم على الخونة اللي دمروا العراق وقتلوا الشباب أم فهد من أربيل. نعم. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
اهلا بحضرتك، نحييك ونحيي ثوره التحرير المجيده الكبرى العظيمه الشريفه الوطنيه العربيه الخالصه للامه وللانسانيه، ونحيي اهالينا واخواتنا في جميع المحافظات العراقيه من جميع الاديان اخواتنا وحبايبنا 100%. نحييكم ونطالبكم بطرد جميع القنصليات العربيه وغير العربيه. ما فيش قنصليات، ما فيش تمثيل، التمثيل هو صوت الشعب النهارده. اي مجرم، اي قاتل يتعاون مع هؤلاء القتله فهو مشارك في دمنا وفي قتلنا. فنطالبهم بتحذير ما يسمى الحكومات العربيه بان تسحب سفاراتها فورا فورا وبدون تاخير. العراق غضب غضب، نؤكد نؤكد نؤكد، العراق غضب. وهنا لما يغضب عارفينه 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 17 سنة إلا 18 يوم أو 20 يوم كده يعني في التقريب، وإحنا معاه وعارفينه. اغضب يا أبويا، اغضب يا أبويا وحرر الأمة وانقذ الأطفال وانقذ الوطن كله من الضياع. الخونة هيحتلونا، هيبيعونا في الأسواق العالمية، هيربطونا في الحبال ويبيعونا في الأسواق، هيبيعوا العرب والعقوبة. تحيا العروبة، تحيا الإنسانية، تحيا الأمة العربية، يحيا العراق القائد والمعلم للأمة وللإنسانية. تحيا يا ابونا، تحياتنا ليك يا ابونا. ابناء الله يحييك من الكره والنجوع المصريه علنا جهارا نهارا معاك، وتحيا العراق، يحيا العراق. اشكرك. الله يسلمك. انا اشكرك اخي مصطفى على هاي مشاعرك الوطنيه والعربيه تجاه العراق. طبعا القوات الحكوميه اللي كانت تحمي القنصلية الإيرانية في مدينة النجف انسحبت بعد تمكن المتظاهرين من حرق القنصلية الإيرانية في النجف. رسالة من إيمان النشمي من النمسا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكفي من هؤلاء الأوغاد ما اقترفوه من الدماء والدمار، إلى متى يا عالم يبقى شعبنا يتعذب ويموت بدون ذنب؟ أما عن حرق القنصلية الإيرانية بالنجف، عفية بأبطاننا، أقبل أياديكم. تقول: احرقوا العجم واسحقوا رؤوسهم العفنة. نعم، طبعا نشاهد احنا هذه الصور، نشاهد صور من مدينة النجف، ونشوف احد المتظاهرين يحمل قنابل الغاز المسيل للدموع بعد انفجارها. بث حي ومباشر من مدينة النجف من امام القنصلية الإيرانية المحترقة التي قام المتظاهرون الغاضبون بإحراقها هناك، كما نشاهد هذه الصور الحية ببث مباشر من أمام القنصلية الإيرانية في النجف. إصابة 50 متظاهر على يد القوات الحكومية بعد تطبيقهم للقنصلية الإيرانية بحسب مصادر طبية طبعا في النجف. المتواجدة فوق القنصلية الإيرانية، المتظاهرون قاموا برفع العلم العراقي على القنصلية الإيرانية بدلا عن العلم الإيراني. متظاهرون غاضبون في بغداد، في النجف، في البصرة، في الناصرية، في العراق من التدخل الإيراني المباشر لقمع وقتل وخطف المتظاهرين السلميين. هذا الغضب يترجمه المتظاهرون بحرق القنصليات في النجف قبل أيام، كما أشرنا في كربلاء العام الماضي، في البصرة، وكما أشرنا السلطات الحكومية قامت بفرض حظر للتجوال في محافظة النجف بعد حرق المتظاهرين لمبنى القنصلية الإيرانية. نستمع إلى أصوات المتظاهرين. لا حبيبي، القنصلية الإيرانية كلها احترقت، راح أدخلك جوا. نعم، وأراويك. نعم، سوف يدخل المتظاهر إلى القنصلية الإيرانية في الداخل. حاليا من داخل القنصلية الإيرانية، وكما تشاهدون. نبيك يا حسين رضا. نبيكم محمد العين. من داخل القنصلية الإيرانية. من داخل القنصلية الإيرانية كما تشاهدون. هاي من داخل القنصلية الإيرانية، خافوا تقولون بس بالباب. لا أخواننا حرجوها حتى من جوا. كهرباء هذا خلي يطلعون. يلا أخويا عالي، يلا حجي. هاي من داخل القنصلية الإيرانية. نعم.
معنا اتصال حسن من كربلاء. تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شلونك يا هلا بيك. تفضل. أنا عندي ثلاث كلامات وأتبع وياك. تفضل. هذه الحكومة دمرت هذا الشعب صارت 16. نعم. فعليها منين ما أجوا من إيران يرجعوا لإيران احتلوها. دمرونا، دمروا الشباب، عاطل عنا عمل هواية. فإحنا مطالبنا واضحة، تغيير النظام، هذا مطالبنا. وخلي يشوفونا شافهم منين ما رجعوا يروحون احتلهم إيران. نعم. خلي إيران تكفيه. حسن شكرا أستاذ ورحمة. ممكن أسألك على الوضع بكربلاء حسن؟ والله وضع كربلاء حاليا بيت الثوار الأبطال مسيطر عليه، يعني قطع الشوارع كلها. نعم. الرئيسية بكربلاء. إيه. وكذلك نزف التحت هذا طلق شيء أمام القنصلية الإيرانية وحرقوها. الوضع تعبان. نعم. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم ويحفظ كربلاء. الله يرحمهم ويعوضهم الجنة. وشكرا جزيلا. أنا أشكرك أخي حسن من كربلاء كان معنا. نعم. رسالة من حامد عبد المطير أبو خالد من الناصرية قضاء الفود، يقول تحية لك أستاذ عمر، ربي يحفظك ويحفظك أخي، الله يسلمك. يقول الله يحميكم أهل النجف الأبطال، ربي بردا وسلاما عليكم إن شاء الله. تحياتي أخوكم حامد من الناصرية. رسالة، السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين، قناة الثوار، أحب أوصي الثوار المرجعية هي الوطن والعراق، لا تنظر إلى فتوى المرجعية لأن ما تقدر تزعل إيران. يقول عافية أحرق كل شيء خاص بإيران، أخوكم أبو عمار. معنا اتصال من الكويت، مريم من الكويت. تفضلي مريم. يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يسلمك. تفضلي اختي. شكرا على البرنامج الحلو اللي قاعد يبين لنا تظاهرات الشباب، الشباب الحلوين، الشباب اللي ما يخافون. اسود الرافدين، احرقوا ايران، احرقوا ايران، العن ابو ايران، احرقوا قاسم سليماني. خلي يعرف الشباب العراقي منو هو، مو من اول تسكتون وتلعبون بالمرجعيات وتذبحون ناس تقتل ناس. خل الحين يجي قاسم سليماني يفك نفسه. انا اقول حق هذا عبد المهدي، يا يبا اشيل كرسيك واطلع برا، والله اذا مسكوك الشعب العراقي لا يقطعونك تقطيع انت ورفعك، شيل قشك واطلع برا احسن، لان الشعب ساير. ثوره الشعب هذه مو سهله، هاي ثوره الشعب وراها نظر، والله وراها نصر يا أخوي سعد. نعم. قلوبنا معاكم، والله قلوبنا معاكم. وأتمنى أتمنى أتمنى انقلاب من داخل الجيش، علشان الانقلاب هو اللي راح يسهل على الشباب، لأن الانقلاب من الضباط اللي قاعدين تأخذون معاشات محافظين في غيركم اللي برا. المشكلة أختي مريم، المشكلة بالانقلاب الموجودين كضباط وقادة هم كلهم تابعين للأحزاب، فما راح نسوي شيء. وهم تابعين حق الأحزاب، منو سوى الأحزاب؟ مصدر والمرجعية مالتهم هي اللي شجعتهم على الأحزاب، ولا العراق؟ وين وين الأحزاب؟ العراق دولة إسلامية، المذهب السني والمذهب الشيعي، بس ماكو شيء. نعم. ايش هم يسوون كذي؟ خل اي واحد على قولة مثل المثل اللي يقول الكويتي، واحد راضع من صدر امه يمسكهم كلهم ويلعن ابو خيرهم. شنو هذا لمتى هذا القتل؟ قتل الشهداء ورايحين على شنو؟ قوموا قوموا من كراسيكم، قوموا يعلكم ان شاء الله المرض اللي ياخذكم. قاعدين طاقين لي مسمار وقاعدين على الكرسي. قوم شعب. نعم. ما يبيك، مو غصب قاعد على الكرسي، شعب ما يبيك. نعم. شعب العراق حر، ما تقيدون الشعب العراقي، الشعب العراقي حر، ما تستعبدونه. روح استعبد شعبك في إيران، ما تستعبد الشعب العراقي يا سليماني يا كلب الخنزيري. نعم. أنا أشكرك. شكرا. أشكرك مريم من الكويت كانت معنا. نعم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. We'll be right back.
شما ظن الرماد هداية ابن عراق إلي صاحب وفن نربي عبات من النجاح والدار لي أصحاب بدون خياط والخيطها بالبصرة ما غن الرماد هداية ابن عراق إلي صاحب وفي النربي الهل سترى عبات من النجاة بدون خياط والخيطها بالبصرة ولد جداشها ولد جداشها يلدتها بنت كريت طول النظرة صنع هذا العقال اشترك واثنين صنع هذا العقال اشترك واثنين الصوف من الحويجة وحاكة الشطرة كلمات تجسد وحدة الشعب العراقي. معنا اتصال كمال من الجزائر. تفضل كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أهلا بيك. تفضل. والله يا عراقيين لا تبستم صدورنا ونشد على أيديكم يا أبطال يا عراقيين يا أبطال أرادوا أن يذلوكم أرادوا أن يدمروكم ودمروا العراق ودمروا مؤسساته ودمروا كل شيء ما خلوا ولا شيء في العراق. هذه العصابة المجرمة القتلة إن أسود الرافدين الثوار الأبطال. والله يا أخي العزيز لا ما بديش نقول لك يعني شعور تاعي والله أنا أبكي يا أخي العزيز والله تلستم صدورنا يا أبطال يا مثل المجرمين أيها المدعي متدعي بأنكم حكومة يا مجرمين وأنتم ليسوا بدولة يا مجرمين أنتم عصابة. إن أسود الرافدين الثوار آتيكم إلى منطقة الخضراء والله سوف ينتقموا منكم يا مجرمين يا قتلة. قتلتم العراقيين ذللتم العراقيين قربتم الأموال إلى الخارج دمرتم المؤسسات قتلتم ضباط العلماء يا مجرمين يا كفرة يا فاجرة يا خنازير بدون استثناء منكم يا قتلة. إن العراقيين الأبطال إن العراقيين الأبطال سوف ينتصرون بإذن الله ينتصرون على هذا المجرم العدو الإيراني الفرس النجوس. وأحييك وأحيي الشعب العراقي ونشد على أيديهم والنصر بإذن الله آتي. السلام عليكم. أشكرك أخي كمال من الجزائر. أشكرك أشكر شعورك على هذه الكلمات. عمار من بابل تفضل. عمار ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. عليكم حبيبي. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله الرافدين البطلة. حياك الله. حياك الله. حياك الله يا أهلا بيك. إن شاء الله. الوضع حاليا بالحل شر وفر بين الثوار الأبطال بين الثوار الأبطال وبين قوات مكافحة الشغب. نعم. وإن شاء الله الوضع مسيطر عليه وإن شاء الله ماكو شيء. ان شاء الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله واشكر مناسكم الكريمه البطله المجاهده. الله يسلمك. ربي يحفظكم ويسلمكم. الله يحفظكم بحق محمد وال محمد. اذا عندك رساله توجهها الجارات اريد تشارك. نعم علي
رسالة والله إن شاء الله إن شاء الله ما بقى لها شيء هاي الحكومة العميلة الفاسدة، إن شاء الله أيامها انفاسها الأخيرة. الشباب يشوفون دماء الشباب يترهق ودا تنزف وهم مسلبين بالسلطة ومسلبين بالكرسي. نعم إن شاء الله الله يضربهم بحق محمد وآل محمد. الله إن شاء الله ينصر القوم الظالمين. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظك. أنا أشكرك أخي عمار من بابل كان معنا. أبو مالك من أمريكا، تفضل أبو مالك. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله. أشكركم على البرنامج القيم اللي الوحيدة هاي الإذاعة اللي هي تنقل معاناة هذا الشعب المظلوم. الله يسلمك، هذا واجبنا. أستاذ عمر أنا أشد على إيد العراقيين والشباب، هاي البطلة اللي حرقت القنصليات الإيرانية، وأنا أوجه رسالتي لجميع الأبطال الشباب بأنه يحرقون كل مقرات الأحزاب اللي هي تتعامل مع إيران، لأن هم ذولا سبب دمار العراق، ذولا الخونة اللي هم السبب في انتهاك حرمة هذا البلد، وباعوا البلد إلى إيران وخلوا الجنسية العراقية أسقط جنسية بالعالم. نعم هاي القنصليات ما تكفي. نعم المهم تنحرف كل مقرات الأحزاب هاي اللي تتعامل مع إيران. نعم وأني أشكرك أستاذ عمر. أني أشكرك، أني أشكرك. أبو مالك من أمريكا كان معنا. أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك حياك الله للمشاهدين المحترمين. طال عمرك. إن الآن في على مشارف سنة 2020 إن ذاكرة طال عمرك ذكرى ثورة 20 100 عام طال عمرك، وهو ثورة تشرين إن شاء الله إنها تنتصر العراق على الشعب الفرس النجوس بإذن الله، 100 عام على انتصار الشعب العراقي إن شاء الله يتحرر من الطقمة الضالة اللي هي طال عمرك تابعة لإيران. وشكرا ويعطيك. أنا أشكرك، أنا أشكرك أبو راشد من عمان. خلونا نقرأ رسالة واتساب. السلام عليكم، مثل ما شفنا أمس لعبة فرحة كل العراقيين، أتمنى منهم داخل الكابينة السياسية أن يبادر شيء مفرح للعراقيين، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. صباح من ألمانيا يقول السلام عليكم، تحياتي واحترامي، خبر مفرح بإحراق القنصلية الإيرانية في النجف، نتمنى إنهاء الوجود الإيراني وأتباعهم في العراق، اللهم ارحم شهداء العراق، تحياتي واحترامي. حياك الله أخي العزيز. أم مريم تقول السلام عليكم، رسالة طويلة راح نقرأ سطرين. أم مريم تقول تحية لقناة الرافدين المجاهدة صوت الحق، الرحمة لشهداء ثورة تشرين، الشفاء العاجل لجرحانا، النصر قادم، اثبتوا أو ثبتوا خطاكم وعزمكم يا رفعة رأس العراق. رسالة يقول فيها سعد من السعودية، لا شرعية لهذه العصابات المجرمة في العراق، السلطة في قبضة الشعب، شكرا لأبطال العراق، أعدتم الهيبة للعراق والعرب. نعم، رسالة من محمد دعمة من ذي قار يقول تحية لك أخي عمر العزيز ولقناتكم الكريمة، يقول تبا لكل يد تمتد لكل ثار عراقي خرج للمطالبة بحقوقه المسلوبة، ما هي إلا أيام، هؤلاء إلا عدد وما سعيهم إلا بدد، فهؤلاء قوم باعوا وطنهم بأبخس الأثمان. تحياتي أخوكم المنتفض شفيع محمد نعمة من ذي قار، حياك الله أخي شفيع. رسالة من علاء النشمي يقول تحية حب لأفضل قناة عراقية، حياك الله أخي العزيز. يقول من النمسا، الشعب العراقي شعب بطل، اسمع يا إيران، الثوار العراقيون يسطرون أروع ملحمة ثورية في تاريخ العراق، إننا فخورون بكم يا ثوار، إنكم رسمتم صورة جميلة لبطولاتكم التاريخية وحجزتم مساحة واسعة في سجل التاريخ، بوركتم وبارك الله بكم يا شجعان، إنكم ستصنعون مجدا عريضا لعراق جديد. نعم. أبطال النجف يقول يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف في شارع البريد ورفع العلم العراقي عليه. معنا اتصال من الكويت، أبو الفضل، تفضل أبو الفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. أتمنى أنك تسمح لي بمساحة فضل. يعني كافية إن شاء الله عبر قناتكم هذه. تفضل. فأحب أن أشارك حقيقة، أرجو أن حتى لو كان الرأي مخالف لقناتكم أن تسمحوا لي برأيي. تفضل. وتسمحوا لي تعطوني وقت إن شاء الله. تفضل أخي، والله ده أقول لك تفضل أبو الفضل. زين. تفضل يعني. اتصال يأتي من هنا وهناك، وخاصة جاء من الكويت وأنا سمعته. نعم. إحنا الكويتيين نتمنى أن يسود السلام في العراق. نعم. ويحكم في العراق من هو من شعب العراق. نعم. ولا نتمنى أي جهة إقليمية أن تكون هي التي تسود في العراق. نعم. ولكن أنتم تعلمون بأن العراق دولة عريقة وفيها مثل ما تقول ثقافات عريقة وممتدة من قبل الإسلام وعبرت الإسلام وجاءت إلى الإسلام زين إلى الآن. من هذه الثقافات ثقافة مذهب أهل البيت عليهم السلام وقضية المرجعية وقضايا أخرى. أنا بركز على موضوع واحد بس اللي دشت وتكلمت باسم الكويتيين مريم وتحدثت ودخلت فيما لا يعنيها في قضية العراق. نحن رأيها هي رأيها ما يخالف. نعم. مثل ما أنت تقول رأيك أبو الفضل، رأي أيضاً. مثل ما أنت تقول رأيك ما نقدر إحنا نصادر آراء الناس ولا نقدر نصادر رأيك. لا لا نعم. لا تصادر رأيها. شو الاعتراض حتى نفهم؟ الاعتراض لأن أكو اتصالات كثيرة. الأسلوب أولاً خل أقول لك شيء، معلومة نعم. أخذها مني مستقيم مباشرة. نعم. أول برقية تهنئة على هذه الفتوى اللي أنقذت العراق من الداعش كانت من أمير الكويت الله يحفظه والله ينصره. هسه شنو علاقة داعش راحت تمام؟ زين اسمع ما يخالف. الفيلم الهندي اللي جابوا لنا اياه هم خليها ببالك. لا لا ما يخالف هذا الفيلم الهندي. الفيلم الهندي استخدموه بيوم وليلة داعش صارت دولة، ودولة مو بس بالعراق. ما شاء الله توسعت المنطقة كلها. لا لا نعم عزيزي أنا خلت أتكلم. ايه؟ أقول بأن هذا الفيلم الهندي استخدموه الكل. ايه؟ حتى الأمريكان صحيح ولا لا؟ حتى نعم. حتى الكل استخدمه. ايه؟ الاستخبارات الإقليمية كلها استخدمت. تمام صح ولا لا؟ أنا ما بتكلم الآن عن دفاعا عن أي شيء، ولكن أتكلم كرأي محايد ورأي نعم. أحب أن ينتقل عبر قناتكم هذه حتى يكون قناتي لها مصداقية أكثر. أن الكويت زين الكويتيين ما لهم شغل في قضية أن والله الكويت العراق من يحكمها، المهم أنه يحكمها الشعب العراقي والسلام. هو الآن هو هذا إحنا الناس طالعة متظاهرين سنين ده يقول لك عمي ذولا صارهم 16 سنة فلشوا البلد هدموا البلد سرقوا البلد كتلوا الناس خطفوا الناس هاي كلها ما حد يشوفها. لا هذه التركة مو تركة، هذه تركة من 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 الفساد ممتدة من ثورة العشرين الأولى إلى الآن. هاي من ثورة العشرين الفساد موجود بالعراق إلى اليوم. هاي شلون شلون رهامتها؟ أنا خل أقول لك شلون رهامتها أبو الفضل. أنا أقول لك شيء بس قل لي شلون رهامتها؟ شلون رهامتها؟ إحنا شا عندنا مليارات بذاك الوقت يعني ثورة العشرين اللي قامت ضد المحتل البريطاني. لا أنت هم تسمعني أنا أعطيتك فرصة بس حتى المشاهد يعرف أنت تتحدث 1920 تضرب تاريخ العراق أنت لو شنو اللي قامت ضد الاحتلال البريطاني هاي وين لقيتها؟ يعني عادل عبد المهدي لو عمار الحكيم لو السياسيين العراقيين مواليدهم 1910 وعاشوا ويا الثورة العشرين وبعدهم عايشين لغاية الآن. هذا التناقض وهذا الطرح غير مقبول وغير واقع وغير منطقي. أنا أشكرك أبو الفضل من الكويت كان معنا. الطرح لازم يكون موضوعي. إحنا طالعين بتظاهرات سلمية نريد نرجع بلدنا كما كان وأحسن لهنا وبس. ما نريد أي دولة بالمنطقة عربية كانت أو غير عربية تدعم حكومة فاسدة دع تقتل أولادنا لهنا وبس. كافي عاد ولدنا ده تموت يومية. هاي خلال أقل من شهرين 500 شاب راحوا شباب ورود راحوا جرحى 17,000 3,000 معاق عدل سجون السرية وعدنا عدنا عدنا آلاف مؤلفة من الناس اللي انسجنت بتهمة الإرهاب وغير الإرهاب وبسبب سياسة طائفية. نجي إحنا والله ندافع وهسه نحكي بالعقل؟ شو ما حد حكى ويا الحكومة بالعقل من دول الإقليم
من الدول العربية قال لهم يابا تعالوا أنتوا ايش تسوون بهذا الشعب؟ ما يصير لهنا وبس. طقت بالعراق يعني التباشر عقبه هاي الدول، الدول العربية بالمنطقة. يعني ايش تتأمل مثلا العراق يجي يعني يدنق لها يقولها أهلا وسهلا؟ انظروا إلى 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 هذا الشباب الثائر. يعني مضى الحكومة، الشعب هو الباقي. وين الحكومات السابقة إن كان في العراق ولا في أي دولة بالمنطقة أو في العالم؟ الحكومات ذاهبة والشعوب هي الباقية. فإحنا لا نظل إحنا نغازل ونجامل حكومات والله لأن مصالحنا وياهم، لأن أنا وبس نذبح العراق بسبب مؤامرة عربية ومؤامرة دولية من العام 2003 إلى لغاية الآن، بل من العام 91 لغاية الآن، وشبابنا دا تموت كلهم 20 سنة و 15 سنة. قال لك والله الفساد بالعراق من 1920. هاي وين لقيتها هاي؟ أكو اتصال؟ تفضل أبو زكريا. أبو زكريا من كركوك. أبو زكريا تسمعني؟ أبو زكريا يبدو أن نعم. أبو زكريا الله يحفظك، الله يحفظك يحفظ خلاصكم إن شاء الله. الله يسلمك، تفضل بس نصل التلفزيون أبو زكريا. الله يخليك. بالله يحفظك حدك يا ماما. نعم أبو زكريا. ابني والله العظيم حدك يا ماما عندي بالله العظيم. الله يحفظ العراق، الله يحفظ شباب العراق، الله يحفظ آمين الشباب العراق، الله يخلي العراق. ما عندي خير للعراق إن الله رسوله. الله يخلص مني حكومة طائفية إيرانية صبا. الله يخلص من الأحزاب الكريم المكروعة الباب والعراق من 2013 لحد اليوم. الله يحفظ العراق، الله يحفظ العراق، الله يحفظ العراق. آمين. أنا أشكرك أبو، أنا أشكرك أبو 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 زكريا من كركوك، وأشكر يعني هاي مشاعرك وشعورك تجاه شباب العراق. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. الله يحفظ. تحية لك وتحية لقناة الرفدة، تحية الكادة وتحية للشعب العراقي وتحية للثوار. نحيي الثوار في ساحة التعريف ونحيي كل محافظات العراق الشريفة الأصيلة. لولا الله ثم الشعب العراقي قسم بالله، لولا هذه الثورة الشعبية التي ردت وجه العراق سوف يتقسم العراق كما باعوا المجرمين القتلة. لم يكتفوا بسرقات النفط وإنما يقومون بتجزية العراق إلى دول الذي يدفع أكثر. فهذولا ناس مجرمين وإن شاء الله سوف يسحلون أبو شباب العراق الغيارة. تحية. نعم أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية. كان معنا رسالة يقول السلام عليكم أخي، والله إيران بوحدها ما تقدر توصل للحدود العراقية، بس مع الأسف مطايا إيران والحكومة التبعية هي اللي أنطت مجال للدولة الإيرانية، مو بس القنصلية، حتى يجي يوم والله إلا إيران تحترق. رسالة السلام عليكم يقول مناشدة إلى كل أبناء المحافظات العراقية أن تهب هبة واحدة ضد هذه العصابة المجرمة التي تقتل الشعب العراقي بدم بارد. على الشعب العراقي غلق بغداد والدخول إلى المنطقة الخضراء وسحلهم جميعا وخلاص البلد من هذه السلطة الجاثمة على رقاب الشعب العراقي 16 عام. وإن شاء الله كل إيمان وثقة بأن الشعب العراقي سينتصر بعون الله. أخوكم عبد الكريم قاسم الدليمي من نيويورك، حياك الله. رسالة يقول أبو فهد من أربيل، ألف تحية إلى أهالي النجف الثوار، قلبنا مع كل الثوار، إن شاء الله الثورة ستنتصر. نعم. قل السلام عليكم. الدول العربية هي مشتركة بتدمير العراق عندما ساندت العملاء من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بسقوط العراق عام 2003. نعم. يقول السلام عليكم، أنا اسمي عبد الرحمن حامد من الناصرية قضاء الرفاعي. اليوم خرجنا خروج الأبطال جميع المدارس وأكثر مدرسة مدرسة العلامة أو العلامة. أطلب من جميع الطلاب الاستمرار بالإضراب كي ننتصر وليخسر الخاسرون. أخوكم عبد الرحمن حامد، حياك الله أخي وربي يحفظكم. حيا الله أهل الناصرية الأبطال. أكو أخبار مؤكدة من مصادر موثوقة
عمليات الحرق وقطع الطرق بتخطيط من الحكومة لكي تفشل المظاهرات، وهي من تمول هؤلاء الأشخاص. انشر الخبر كما يقول. نعم، الرافدين، وين الرسالة؟ هاي الرسالة يقول الرافدين ملح التظاهرات، شكرا لإيصالكم الحقيقة للعالم. أنا أشكرك أخي، هذا واجبنا تجاه بلدنا وتجاه شعبنا. يقول السلام عليكم، وأنا أخوكم من الأنبار، الله ينصر الثوار ولتسقط هذه الحكومة الفاسدة. نعم، محمد برقية من طنجة يقول ألف رحمة، طنجة من المغرب، يقول ألف رحمة على شهداء الثورة، أنا أفتخر بشعب العراق. حياك الله أخي العزيز. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.